أهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث نخصصها لمناقشة حالة الانفلات الأمني في محافظة تعز. أكدت إدارة عام شرطة محافظة تعز عزمها على ملاحقة من وصفتهم بالمجرمين في سبيل تحقيق سلامة المواطنين، وتوعدت في بيان لها بالضرب بيد من حديد على عصابة الإجرام ومثيري الشغب ومن تسول له نفسه إقلاق السكينة العامة والعبث بأمن الناس وتهديد حياتهم أيا كان. أوضح البيان أن غزوان المخلافي هو أحد أفراد اللواء 22 ميكا، وتم احتجازه في قيادة محور تعز على خلفية الاشتباكات الأخيرة بعد اتصال تلقاه مدير عام الشرطة من قيادة المحور، والذي أكد في تصريح لقناة بلقيس أنه تم القبض على غزوان. نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: إلى متى ستظل تعز رهينة للفوضى والانفلات الأمني؟ ولماذا تعجز الشرطة عن إلقاء القبض على المتسببين بهذا القلق رغم تكرار أعمالهم المخلة بالأمن؟ نبدأ النقاش بعد التقرير. ما الذي يجري داخل تعز حتى يخاف هذا الطفل من الذهاب إلى المدرسة؟ ومن يقف وراء الانفلات الأمني لدرجة فشل أمن المحافظة في القبض على العصابات ومثيري الشغب؟ أسئلة تعز التي لم تجد الإجابة بعد، أسئلة تحاول هذه الوقفة الاحتجاجية البحث عن إجابات لها. فما يحدث في المدينة وفق منظمو هذه التظاهرة جريمة تقف وراءها قيادات كبيرة مطالبين بكشف الحقائق وتقديم الجناة للعدالة، قائلين إن الفشل في ضبط المجرمين جريمة بحد ذاته. هناك خوف وهناك قلق وهناك ازدياد للانفلات الأمني. المواطنين خرجوا اليوم، طلاب وأكاديميين ومواطنين ومحامين وأيضا من كافة أطياف المجتمع خرجوا للتعبير عن استيائهم الشديد، وخرجوا للتعبير عن رفضهم لحالة الانفلات الأمني والمطالبة بتغيير القيادات الأمنية المتسببة بهذا الفشل الأمني. إدارة شرطة المحافظة حاولت توضيح ما يحدث، لكنها لم تقم بعد بإجراءات كافية لإيقاف العبث داخل المدينة. فشرطة تعز التي قبضت وفق بيان لها على ما أسمتهم بمثيري الشغب في السوق المركزي للمدينة، أكدت على أنها ستضرب بيد من حديد كل من يمس أمن تعز واستقرارها. وكان من اللافت أن بيان أمن تعز حمل ضمناً اللواء 22 ميكا مسؤولية أي مخالفة تتعلق بغزوان المخلافي المتهم بأحداث الشغب الأخيرة كونه أحد أفراد اللواء. وأفاد بيان الشرطة بأن المدعو غزوان محتجز في محور تعز. لم تصل المشاكل الأمنية بتعز إلى درجة يصعب حلها، فما يحدث وفق مراقبين ليس سوى انفلات موجه. لا ترغب شخصيات نافذة داخل تعز وخارجها في وضع حد له، وهو ما يستدعي تدخلا عاجلا من الشرعية لإنقاذ محافظة ما زالت تلهج باسمها وتدافع عنها. نبدأ النقاش مع ضيفنا من تعز مدير عام شرطة المحافظة العميد منصور الأكحلي، وأيضا سينضم إلينا الكاتب الصحفي أحمد شوقي، أحمد من تعز أيضا، وضيوف آخرين. بداية سيادة العميد، ما الذي يحدث وما هو توصيفكم في شرطة تعز لحالة الوضع الأمني داخل المحافظة؟ أنتم كيف يمكن بالنسبة لكم توصيف ما يحدث داخل المحافظة الآن؟ بسم الله الرحمن الرحيم، نشكر القناة بلقيس على إتاحة هذه الفرصة. وأقول بالنسبة لما حدث في تعز، ما لا تحلل أكثر من أحسن الموضوع في قضايا جنائية حصلت. صحيح أنها بحجم كبير، لكنها في النهاية قضايا جنائية لا ترقى إلى مستوى العمل السياسي أو العمل الموجه كما يقول التقرير. بالنسبة لموضوع غزوان وما حدث من إطلاق النار في السوق، هذا الحدث يتكرر بسبب أن السلطة المحلية لم تقم بواجبها بشكل المطلوب في ضبط الأسواق وتسليمها لمختصين لإدارتها. يعني الأصل أن السلطة المحلية تقوم بهذا العمل وتقوم بتسليم هذه الأسواق لأصحابها، الناس المختصين، الناس اللي هم أصحاب خبرة في إدارة الأسواق، بعيدا عن المتنفذين وبعيدا عن من يحملون السلاح.
طيب سيادة العميد، أنت اعترضت على ما جاء في التقرير من توصيف لما يحدث داخل المحافظة من أنه كما يرى البعض انفلات موجه، إذن ما الذي يحدث داخل تعز وهل هو تحت سيطرتكم؟ وإذا كان تحت سيطرتكم في شرطة تعز، لماذا لا تقوموا باللازم وضبط الأمور وإنهاء هذه الحالة من الانفلات الأمني التي تشهدها المدينة؟ أعتقد أن شرطة المحافظة تقوم باللازم وتقوم بواجبها بشكل، أعتقد لم يسبق لأي إدارة سابقة أن قامت بهذا الواجب بالشكل هذا. بموضوع الإطلاق ما في السوق هذا ومدعو غزوان هذا، تم إخراج حملة وتم متابعة غزوان ومطاردته وسلم مسؤول الوكيل الأول الدكتور عبد القوي المخلافي الذي بدوره قام بتكريمه لقيادة النهار. نحن أيضا تواصلت الحملة وقمنا بالقبض على الطرف الآخر مكرم الحاتمي وهو في سجن إدارة عامة شرطة المدينة، والتحقيقات جارية وتقوم أجهزة البحث الجنائي والأجهزة الأمنية بالتحقيقات في هذا الموضوع، وتم التواصل أيضا مني شخصيا مع والد الطفلة والاطمئنان عليها والاطمئنان على حالتها. أقول أنه هذه الإجراءات أعتقد أنها إجراءات أمنية كبيرة، لا أحد يستطيع أن يطعن فيها. طيب بما أنك أشرت للإجراءات سيادة العميد، ما هي الإجراءات التي بدأتم الآن باتخاذها مع غزوان المخلافي؟ أم هو احتجاز؟ البعض يقول احتجاز صوري فقط لتهدئة الرأي العام داخل المدينة مع حادثة الطفلة. لا احتجاز، لا فائدة بالاحتجاز بدون تحقيق بدون تثبيت قضية. احنا بصدد تسجيل ملف جنائي مثل مثلا غيره من القضايا الجنائية التي تحدث. أضف إلى ذلك أنه يعني غزوان في عليه أيضا قضايا غير هذه القضية، يعني سنحقق أيضا في قضايا أخرى في مدينة الدار عليه قضايا أخرى غير هذه القضية، وسنعلن للجمهور ما سنتوصل إليه أيضا. إحنا لا نعمل بشفافية وبكل وضوح، يعني لا نعمل من خلف الكراني ولا من خلف السجاد. طيب بالتأكيد أنه ليس غزوان فقط هو سبب حالة الانفلات الأمني الوحيد داخل المحافظة، ربما هناك أسباب أخرى، هل يمكن أن تضعنا أمام هذه الأسباب؟ السبب الرئيسي هو طبعا أنه نتيجة يعني كنتيجة للحرب التي حصلت والتي حدثت في المحافظة وغيرها من البلاد، أن هناك مراكز قوى أصبحت تتشكل. المراكز القوى هذه دعمت في يوم من الايام على اساس انه كانوا مقاومه، وما كانوا مقاومه حتى الان، لكن اصبحوا مراكز قوى يعني كل واحد حاكم نفسه. في البعض منهم ينتمي مثلا الى القوات المسلحه، في البعض منهم ينتمي الى بعض الجهات المعينه. أصبحت الجهات المعينة اليوم في موقف محرج، لا تستطيع أن تسيطر على هؤلاء الأشخاص أو هذه مراكز هذه القوى بسبب السلاح الذي يمتلكونه والأشخاص الذين يوالونهم والمصالح التي يحرقونها لبعض الأشخاص. طيب نشرك معنا بالنقاش ايضا الكاتب الصحفي احمد شوقي احمد من تعز، اهلا بك استاذ احمد، وايضا سينضم الينا الاستاذ عبد الهادي العزازي، اهلا بك استاذ احمد. اهلا وسهلا اخي. لو يعني نستمع لوجهة نظرك حول ما يحصل في تعز بالضبط بداية، وأيضا لو كانت هناك أي نقطة استوقفتك في حديث العميد منصور لك حالي. لم أستمع بشكل جيد لحديث العميد منصور لك حالي، ربما لأن هناك صدى في الصوت، لكن بالنسبة لموضوع الانفلات الأمني في تعز وغزوان المخلافي، يعني أنا شخصيا وأسرتي يعني بعض الضحايا لهذا الانفلات الامني، عانينا خلال 3 سنوات من الحرب من الكثير من البلطجه واطلاق النيران يعني في محل سكننا ومحل يعني رزقنا، كما ان غزوان المخلافي هو يعني احد المتسترين بل الحامي والمتستر للشخص الذي قام باحراق اخي الاسيد الخان، وفي يوم من الايام حينما قرر وكيل النيابه احاله المتهم الى السجن دخل غزوان المخلافي وتعدى على وكيل النيابه واخرج الغريم يعني امام القضاه، ولم يستطع حتى القضاه ان يثبتوا ساكنا. المشكله في تعز فيما يخص الانفلات الامني ان هناك يعني عمليه للاسف مغيره وموجهه في عمل الاجهزه العسكريه للاسف بدرجه رئيسيه،
وكذلك الى حد ما في الجهاز الامني. الغزوان المخلافي هو واحد من اكثر الاشخاص المشاغبين في مدينه تعز، والذين اعتدوا على كثير من الناس بسبب يعني ما يسمى بالعرطه او يعني جبايه السوق. كذلك ما حدث خلال اليومين الماضيين من اعتداء في سوق العواضي ويقال في سوق الوليد او ما بينهما على بائعي الغاز، وياتي في سياق ان غزوان المخلافي كما قيل والله اعلم يعني اصبح وكيلا لورثه سوق الاشبط للغاز، وبالتالي يعني كان واجبا عليه تفعيل السوق، ولذلك قامت بالاعتداء على المقاوله لاجبارهم على الانتقال الى سوق الاشبط. بمعنى اخر ان صفه الجيش وسلاحه وجنوده ويعني وامكانياته تستخدم في اعمال الجبايه ونهب المواطنين، بالاضافه الى ان يعني للاسف التشكيلات التي يعني موجوده الان باسم الجيش الوطني هناك بعض المجموعات يعني على شكل عصابات تقوم بالجبايه والسرقه والنهب وتتخذ من يعني امكانيه الجيش اداه لتحقيق اغراضها. في المقابل نجد ان هناك حمايه ونجد ان هناك آثرا من بعض القيادات العسكريه والمشيخيه والوجاهات والقيادات السياسيه والمحليه تتخذ من اشكال مناطقيه وقرويه عصبويه لها لحمايه بعض افرادها. بمعنى اخر انا اقول لك ان غزوان المخلافي اعلن في عام 2016 من قبل اللواء 22 ميكا بانه مطلوب للواء ومعه قائمه يعني بربما 11 او 14 شخص اخرين وعممت على النقاط، ولن يتم غزوان المخلافي لانه ببساطه يعني ساكن ومقيم ويتحرك. طيب استاذ احمد في رد على سؤال العميد منصور الاكحلي انه اذا ما كانت هذه المره وهذا التوقيف لغزوان قد يكون صوري كما يقول البعض، لكنه قال انه ربما هناك اجراءات تحقيق والنيابه تقوم بعملها خصوصا وان غزوان عليه الكثير من القضايا. استاذي العزيز انا اولا احيي يعني شجاعه شرطه تعز التي تحدثت لاول مره فيما يخص موضوع غزوان المخلافي، ولم تكن قبل ذلك يعني تجرع على الحديث في هذا الموضوع، ربما يعني لا ادري ما هي الاسباب بالضبط، لكنها لاول مره قالت ان غزوان المخلافي هو عسكري تابع للواء 22 ميكا. عبد العزيز المجيدي اركان حزب المحور بانه يعني محتجز لدى قياده المحور بعد ان سلمه وكيل المحافظه الدكتور عبد القوي المخلافي لمحور تعز، يعني وهو الان يعني يخضع للتحقيق. انا الذي اريد ان اقول لك ان هناك استراحات في بعض يعني القيادات او قياده المواقع مثلا الالويه او العسكريه او الجهات العسكريه، تعتبر هي مكان الحرب، هي استراحات لكبار الضيوف، يتم فيها استضافه هؤلاء المطلوبين امنيا الذين يحظون بالحمايه، ويعني تجد ان قياده هذه اللواء او هذا القطاع العسكري او لواء السلاح او الشرطه العسكريه او غيرها يعني يفزلون معهم ويقضون الوقت معهم ويتنافسون معهم، وتعتبر مسافه استراحه او اداء لبعض من الوقت قبل ان يتم حركه الموضوع بطريقه معينه او حتى يعني تهريبهم وادعاء هروبهم بشكل من الاشكال. بالنسبه لغزوان طبعا هو ليس بحاجه للهروب لانه قد اعلن هروبه اكثر من مره واعلن خروجه اكثر من مره واعلن القبض عليه اكثر من مره، وفي كل مره كان يخرج وكانت تقدم ضمانات. انا بنفسي سمعت احد المشايخ من يعني منطقه غزوان وقرب غزوان يقول بانه في احد المرات حينما تم احتجازه هدد بانه سوف يكشف الملفات، وبالتالي اضطرت القياده العسكريه الى اخراجه يعني بضمان. لا ادري ما هي الملفات التي يعني لدى غزوان المخلف عن هذه القيادات، لكن من المعيب جدا ان هؤلاء الذين يستخدمون اسم الجيش في التحريض على الاخرين، في التحريض على القوى السياسيه، في التحريض على النشطاء، في التحريض على كل من يتحدث عن بلطجه هؤلاء البلاطجه تمام، لن يستطيعوا بناء حتى ولو يعني قطاع واحد، قطاع عسكري واحد يعني ثلاث اربع كتائب داخل هذا الجيش تكون منتظمه بالفعل، بينما يتم استهداف مثلا اللواء 35 خلال المرحله الماضيه هذه، ويعني الحديث عن ان اللواء 35 ميليشيات في الوقت الذي فعلا الميليشيات الحقيقيه هي موجوده في الطرف والذي الان يعبث في مدينه تعز ويحاول ان يتستر على كل الجرائم التي تمارسها. اداره ام تعز اعلنت اكثر من مره بانها تبحث عن مطلوب امنيا، ويعني حصلت مشاكل مع مجموعه ابو العباس يعني في المدينه القديمه، ويعني عشنا ايام رعب وايام يعني قلق كبيره جدا حتى خرج ابو العباس بدعوى القبض على المطلوب امنيا. لم يطرح ولو لمره واحده غزوان المخلافي او المجموعه التي هي محسوبه على الطرف الذي يروج للطالب المطلوب امنيا، انه يعني امر فعلا يدعو للخزي ويدعو للعار ان يكون طفل بهذا العمر يلعب بتعز بهذه اللعبه الكبيره وهذا الشكل العابث بينما يقف القاضي العسكري الامني متفرقين. طيب ساعد لك استاذ احمد، ساعد لك اعود مره اخرى للعميد منصور الاكحلي.
أتمنى البقاء معنا أستاذ أحمد، أعود مرة أخرى للعميد منصور الأكحلي. لماذا هذا الانحراف في دور أجهزة الشرطة وقوات الجيش الوطني داخل محافظة تعز، بدل أن تقوم من بمهامها المعنية هي الآن تذهب لجباية الأموال من الأسواق كما يتحدث الأستاذ أحمد وكثيرين، لماذا هذا الانحراف في أداء مهامها؟ عفوا يا استاذي، بالنسبه للموضوع الانحراف بجهه الشرطه هذا كلام يجب ان يراجع. بجهه الشرطه لم تقم بالبدايه اصلا، ارجو انك تركز الكلام شويه، يعني تركز على الكلام. تمام، قوات الجيش اذا قوات الجيش هي محصول الاتهام اذا لقوات الجيش. اسمعني يا استاذي، طيب اسمعني يا استاذي، موضوع الشخص او شخصين او ثلاثه او حتى عشره لا يمكن ان ينسحب على جميع افراد الجيش الوطني. افراد الجيش الوطني انا اعتقد انه يجب ان نجلهم ونحترمهم ونقدرهم لانهم بذلوا جهودا غير عاديه وضحوا بجنائين، 6000 شهيد و 25000 جريح من الجيش الوطني وقوات الجيش الوطني بشكل عام بجميع اليته، سواء كان باللواء 35 او باللواء تسمعني؟ ايوه اسمعك. تمام، بالتاكيد انه لا يمكن اسقاط. اقول تفضل. اقول انه لا يجب ان نعمم على جميع افراد الجيش الوطني او على الوية الجيش الوطني. الجيش هذا الذي يعتبر مكسب من مكاسب الثورة بعد 2011 ومكسب من مكاسب الحرب الظالمة والجائرة التي فرضها علينا هؤلاء الانقلابيين. فلا يمكن ان نفرط في الجيش الوطني، وارجو ان نتناول الجيش بتناول يليق بالتضحيات التي قدمها وما يزال يقدمها. لا نفقد اعتقد سياده العميد انه بيان صادر عنكم في شرطه محافظه تعز هو من قال ان غزوان مخلافي هو احد افراد اللواء 22 ميكا، يعني انه احد اعضاء الجيش الوطني. والاستاذ احمد شوقي احمد يقول انه شخص لم نذكر نحن. انا اقول انه يجب ان لا يعني ندخل الجيش او نعلم على الجيش بشكل عام انه هو لن يقوم بهذه الاعمال السيئه. غزوان شخص سيء، شخص مطلوب للامن مطلوب امنيا وعليه قضايا زي ما قلت لك غير القضيه التي حضرت امس، لا او امس الاول قضية، لكن لا يعني هذا مثلا ان افراد اللواء 22 سيئين، لا شخص سيء زي ما كان نقول ان هناك مطلوب امنيا في منطقه ما في المربع الشرقي لم يعلم ايضا عن اللواء 25 ابدا. انا كمسؤول او كمسؤول الامن او الشرطه في دائره المحافظه لم اؤمن في يوم من الايام ولم اتهم اللواء 35 بان لدي مطلوب امنيا او انه سيء، لا. طيب اسمح لي سيادة العميد أن أحيي الشجاعة والمسؤولية في كلامك، يعني في حديثك وشفافيتك، هذا موقف يستحق التحية والإنصاف، لكن هل أنتم الآن من تملكون القرار في هذا الموضوع؟ من ستقومون بالإجراءات والتحقيق وستكون المرجعية النهائية لإنهاء هذا الموضوع لديكم، أم ربما هناك سلطات عليا داخل محافظة تعز ربما هي من ستؤلي لها نتائج التحقيقات وستكون المعنية بهذا الموضوع؟ بالنسبه للموضوع الامني، الموضوع الامني موضوع متشابك وموضوع تكاملي يجب ان يشارك فيه الجميع، يجب ان تكون السلطه المحليه لها دور والسلطه وايضا والجيش يكون له دور، كما ان الدور الاكبر يلقى على عاتق الشرطه في قضيه الاجراءات الجنائيه بحسب قانون الاجراءات الجنائيه. التحقيقات سيقوم بها رجال التحقيق من البحث الجنائي وبالتعاون مع المسمار النيابه العامه ومندوب من النيابه. طبعا انا رفضت تشكيل لجان لانه اللجان هذه في النهايه لجان وبعدين وصل لهم انتهى الموضوع، لكن انا اصر على التحقيق ورفضت البحث الجنائي، الاستاذ المختص في البحث الجنائي
ورفع التحقيق بالنيابه بالطريقه المعتاده، بحيث انه مش كل المشكلات تحصل قلنا مش لا، يجب ان يحقق مع الشخص هذا كتجاني. هو من يحقق مع الجاني؟ اللي يحقق مع الجاني القسم المختص في اداره البحث الجنائي في عمليه جمع الاستدلالات ومن ثم يتم رفع الملف بالنيابه. هذا الجهه الذي موثق في قانون الجهات الجزائيه والذي خوله هناك عمل الجهات الجزائيه. أشكرك جزيلا عبيد منصور الأكحلي مدير عام شرطة محافظة تعز. أعود للأستاذ أحمد شوقي. أستاذ أحمد، الآن البحث عن الحلول ربما لخروج تعز من هذه الدوامة وحالة الانفلات الأمني، هل تعتقد أن الحلول واضحة للجهات المعنية أم هناك شيء معقد؟ الجهات الأمنية لا تريد الحلول. أولا أنا أريد أن أعقد على كلام الاخ مدير الامن، وانا اعتذر طبعا ليس الجهات الامنيه لا تريد الحلول وانما الجهات التي يعني لديها القرار في التعز لا تريد الحلول. اقول اولا ان اولا انا شخصيا لم اعمم حاله غزوان على الجيش الوطني ولم اتهم الجيش الوطني بانه يعني ميليشيات، ولكن قلت بان من يدعون بان هناك ميليشيات لدى طرف ما في الجيش الوطني هم لديهم ميليشيات، وهناك بعض العصابات التي تقوم باعمال جبايه واعمال ادعاء المواطنين. هذا رقم واحد. رقم اثنين، أن التعميم من عدمه ليس قضيتنا الآن. إذا كان الإخوة في الجهاز الأمني والجهاز العسكري لديهم حرص على سمعة الجيش الوطني وعلى سمعة الأجهزة الأمنية، عليهم أن يمنعوا حتى وجود حالات فردية. رقم ثلاثة، غزوة ليس حالة فردية، ولو كانت حالة فردية لما استمر لمدة ثلاث سنوات وهو يقوم بهذه البلطجة. غير ذلك أن غزوان فقط هو تجسيد ساخر، تجسيد مر لعمليات البلطجة والاعتداءات التي نعيشها في تعز. بمعنى آخر أن هناك العديد من البلاطجة وهناك العديد من قادة المجموعات أو العصابات التي للأسف مرقمة في الجيش الوطني ولديها سلاح الجيش الوطني، ولم تقم للأسف بأي أعمال يعني من أجل التحرير أو من أجل الدفاع عن تعز، سوى أنها فقط مارست هذا السلوك المشين من أعمال البلطجة وجمع الجبايات. فكان غزوان باعتباره طفل لم يقود مجموعة من الشوارب السخينة أو الأشخاص الذي يفترض أنهم كبار يعني، والذي يتستر عليه مجموعة من القيادة العسكرية والمحلية والأمنية وقيادة السلطة السياسية وغيرها، كان هو نموذج ساخر ونموذج مر لهذا العناء الذي نعيشه في مدينة تعز. أعتقد بأن الإخوة في إدارة أم تعز يعني للأسف يعني حيلتهم بطيئة في معالجة هذا الموضوع، وأن المشكلة التي يعانيها هي مشكلة أساسا مشكلة أداء، بمعنى آخر أنه لم يتم استكمال بنية الجيش الوطني كجيش حقيقي، وإنما كان هناك تشكيلة كما قلت لك عصابية، وهناك يعني تمحور أو تمركز مناطقي، يعني كل واحد أو قائد في منطقة معينة ينتمي إلى البلطجة الفلانية والبلطجة العلانية يعمل على حميتهم لأنه يعتبر أن هؤلاء هم رصيده للدفاع عنه وعن مصالحه في وجه الأطراف الأخرى، وأن القضايا أساسا ستنسى وستمضي. أعتقد أن الحال يبدأ من تغيير هذه القيادة العسكرية ابتداء بقائد المحور خالد فاضل، والذي للأسف هناك مجموعة من أفراد أسرته متورطين في أعمال بلطجة على المواطنين، وكذلك قيادة اللواء 22 ميكا الذين لديهم للأسف مجموعة من المسؤولين على المواطنين. نحن لا نسفه لا اللواء 22 ميكا ولا قيادة المحور ولا المحور، ولا نقول أن هذه كلها هذا جيش وطني وهؤلاء هم يعني أمنياتنا وحلمنا ونحن اشتغلنا على الكلام قبل أن يأتوا هؤلاء القادة، يعني قبل 15 عاما ونحن نبحث عن جيش وطني يمثلنا ويمثل حقوقنا ويدافع عنها، ولكن للأسف هناك استغلال لهذه الصفة وهناك استغلال لهذه الإمكانيات التي وفرت لهذا الجيش ليدعى على المواطنين. اليوم يتم التحرير ضد قطاعات من الجيش ويتم التحرير ضد قطاعات من الناس وضد أحزاب وضد صحفيين وضد كتاب وضد من قبل هؤلاء الأشخاص، وهؤلاء الأشخاص هم من يتبنون عملية الفوضى داخل تعز. ليس يعني لن نقول ولن نتهم حتى أن التبنية بعملية مباشرة، لكن من خلال تمرير مثل هذه الإخفاءات، من خلال التستر على هؤلاء الأشخاص، من خلال الوساطات القبلية التي تدخل في أعمال يعني أو قضايا هي جنائية وأمنية لا يمكن أن تقبل فيها الوساطات القبلية. الوساطات القبلية يمكن أن تقبل في قضية أنه فلان شتم فلان وبالتالي خلاص نحن نعتذر وأنت قد مقصد، لكن لا يمكن أن تدخل في قضايا قاتلة، قضايا سرقة، قضايا نهب، قضايا اعتداء على ممتلكات، قضايا اعتداء على مواطنين، قضايا يعني فوضى في المجال العام. خرج أبو العباس الآن، فما هي المشكلة؟ لماذا الآن ما زالت أعمال الفوضى مستمرة وأعمال الاعتداءات مستمرة؟ للأسف هؤلاء الأشخاص غير مسؤولين على الإطلاق، وليس بيدهم يعني منهم في الواجهة أو من يمكن أن يتحدثوا عن هذه المسألة ليس بيدهم شيء، ومنهم في الظل هم من يعبثون بكل شيء. نحن الآن نعيش فوضى أمنية. الأخ عبد القوي المخلافي وقت أول محافظة تعز يقوم مقام المحافظ داخل المحافظة،
حينما يتوسط ويقوم بتسليم غزوان بخلافي للمحور، ما دخل المحور اساسا بتسليم غزوان بخلافي؟ ما القضيه تقوم بها النيابه العسكريه؟ اين هي النيابه العسكريه؟ لم تفعل منذ 4 سنوات يعني باراده عسكريه موجوده داخل محافظه تعز، ان النيابه العسكريه في محافظه تعز لم تفعل، وبذلك بسبب ذلك كثير من قضايا الاعتداءات التي يشارك فيها من يوصفون بانهم افراد في الجيش الوطني وهم للاسف لم يتدربوا في الجيش ولم يدخلوا معسكرات ولم يعرفوا ما معنى الجيش، هؤلاء يتم التسطر عليهم بسبب عدم وجود نيابه عسكريه داخل محافظه تعز وعدم تفعيل دورها. الامر الاخر ان القوات الشرعيه تترك الحرب على الغارب وليس هناك يعني اي عمل، فيما تقوم الان كما قلت لك الاخ عبد القادر ترافيك وكيل اول المحافظه يقوم بدور الوساطات، وحتى في قضيتنا نحن عرض علينا الوساطات، هذا امر غير مقبول، يجب ان تقوم كل جهه بدورها كما هو مطلوب منها وكما يفترض ان تقوم به، لا ان تخترق المبررات، ومساله الجيش لن يؤخذ الجيش صوتا لجلد المواطنين ولتعذيبهم بس مع رسائل الجيش. من يسيء لنا هم افراد محسوبون على الجيش، ومن يعتدي علينا هم افراد محسوبون على الجيش، ومن يعتدون على المواطنين ويجمعون الكبايات ويعتدون على الاسواق ويقتلون الناس هم افراد محسوبون على الجيش. قبل ان نتحدث عن الجيش يجب ان يقوم هذا الجيش بدوره في ضبط هؤلاء الافراد وتامين الحمايه، الجيش مهمته هو حمايه الشعب وحمايه الناس وليس الاعتداء عليهم او التسطر على من يعتدي عليهم. ولذلك طيب. اشكرك استاذ احمد اشكرك لانه لم يعد لدي سوى 5 دقائق اريد ان نتيح فيها الفرصه للاستاذ عبد الهادي العزعزي هو ايضا معنا من تعز، اشكرك جزيلا احمد شوقي احمد الكاتب الصحفي، واختم ما تبقى من وقت مع الاستاذ عبد الهادي العزعزي. استاذ عبد الهادي العزعزي برايك الى متى سيستمر الوضع هكذا في تعز وحاله الانفلات الامني وفق المعطيات الحاليه الموجوده 3 سنوات والوضع كما هو ربما ونفس القصص ونفس الاشخاص ونفس الاحداث؟ اولا مساء الخير، اعتقد ان ما يحدث في تعز ليست المساله انفلاتا بالمعنى العام ولكن عدم قيام الاجهزه بمهامها. هناك حالة من الذهول العام، هناك حالة من الخوف، هناك حالة من الإرباك، هناك حالة من التقاطعات التي تحدث داخل المؤسسة العسكرية، هناك تداخل في كل من مهام الجيش والأمن والسلطة المحلية. يجب تحديد المسافات الفاصلة وقلناها أكثر من مرة، يجب تحديد المسافات الفاصلة بالنسبة للجيش والأمن. إن كان هؤلاء الأفراد يسيئون هناك نيابة عسكرية وقضاء عسكري، هؤلاء يجب أن يخضعوا. مشكلة تعز أنها في 3 سنوات لم يتعرض شخص لمحاكمة من كل هؤلاء الذين ارتكبوا أي من الانتهاكات كانوا محسوبين على الجيش والمواطنين. يجب أن تبدأ المحاكم، نحن في ظرف استثنائي ويجب أن تبدأ محاكم سريعة. المولى عز وجل يقول لكم في القصاص الحياة. أولي الألباب، المسألة أن لا يمكن أن ترجع الشفاه ما لم يتم عملية إنزال عقوبات واتخاذ إجراءات. أولا يتم إلقاء القبض على من كانوا في السجن وضدهم أحكام، يجب تنفيذها وإعادتهم إلى السجن. يجب أن تستمر المسألة، من تم إيصاله إلى الأمن يحال إلى النيابة مباشرة. الشرطة العسكرية لديها سجن كبير لكن الادوات الاخرى النيابه العسكريه القضاء العسكري غير مكتملين، فمن يتم ايقافهم في الشرطه هل محول الشرطه الى مجرد سجون الى متى؟ يجب ان تستكمل الاليات في تعز، الاشياء تولد ناقصه. اللجنه الامنيه يجب ان تمتد الى المديريات وكافه، ويجب ان تكون هناك غرفه عمليات، ويجب ان يبقى القضاء دوره والنيابه بدوره. علينا عدم السكوت، وعلينا وعلى المجتمع في تعز لا يتقسم بين الجميع، يعني على المجتمع ان يكون جهه ثالثه تطالب بحقها وتكون قوه ضاغطه. طيب تتحدث عن تقاطعات وتداخلات ما بين مهام الاجهزه والاطراف المعنيه داخل محافظه تعز وعدم وجود مسافات فاصله. باعتقادك لماذا لا يتم وضع هذه المسافات الفاصله؟ من يحرص على وجود هذه التداخلات والتقاطعات؟ ما هي مصلحته يعني؟ المصالح الشخصية والفردية. مع الأسف الشديد دعنا نكون على الأقل واضحين فيما يخص النقاط والخطوط والتداخلات، هذه مسائل من صلاحيات الأمن. الآن الأمن ضاقت المساحة عليه، لا يستطيع العمل إلى جانب الجيش في حين المسألة تكاملية، وكذلك الأمن لم يعيد ترتيب أوراقه فيما يخص الأقسام ويمارس عمله بمهنية. على الأمن أن يمارس عمله بمهنية ويخرج للناس ببيان واضح أن المعسكر الفلاني، الجهة الفلانية، الدائرة الفلانية وقفت ضد إتمامنا لعملنا. وعلى الآخرين أن يتساعدوا مع النيابة العامة، أيضا المحاكم، القضاء، على المجتمع أن يخرج من حالة السلبية.
إن كان هذا الذي نعرفه صديقنا ارتكب جرما فهذا لا يحسب، الجرم يظل جرم ولا يهمنا من ارتكبه، الجريمة تظل هي الجريمة ويجب أن يحاكم مرتكبها أيا كان، أيا كانت وظيفته مصدره. على الناس أن تحدد هذه التقاطعات، كم مساحة الجيش، كم مساحة الأمن، السلطة المحلية. نعمل بنا الإخوة أيضا الوجهاء والعقلاء والقيادات السياسية إيقاف التدخل، رجل يقف ضد السلطات يجب أن يجازه، يجب رد الاعتذار للسلطات وليس لمن يقومون على السلطات. هذه الإشكالية التي يجب أن تعرفها تعز، علينا الخروج، على المجتمع التعزي الخروج من حالة الكولسة وحالة اللا موقف، وحالة الموقف يجري تصعيده بناء على خلافات أو على أطر. المسألة ليست لهذه الدرجة، الجيش مؤسسة سيادية تهم الجميع، وأعتقد أنه قيل في الجيش ما لم يقل مالكا في القمر في تعز، لكن لم يجري توصيف المسألة. هذه الإشكالية الحقيقية التي نعيشها، يجب توصيف المسألة، يجب أن يكون هناك تراتبية، هنا وكيل لشؤون الدفاع والأمن هذه المسألة عليه تنظيمها هو اللجنة الأمنية، وعلى الجميع التقيد بها دون قيد أو شرط. شكرا لك عبد الهادي العزعزي الكاتب الصحفي، كنت معنا من تعز، وايضا الشكر موصول لضيوفنا في هذه الحلقه من زوايا الحدث. في الختام تحت طاقم البرنامج نلقاكم في حلقه الغد، في امان الله.